هناك الكثير منا حتى اليوم لا يعرف ما هي الحركة الكشفية. رغم ذلك يتعدى عمر الحركة الكشفية لأكثر من 113 سنة. ولكي نتعرف على الحركة الكشفية فهي منظمة عالمية تم تأسيسها من أجل الشباب وتنمية وتشجيع مهارات الشباب ومعارفهم في مختلف النواحي العقلية والفكرية. وتقوم الحركة الكشفية بتوجيه الشباب أخلاقيا وفكريا وثقافيا. بدأت الحركة الكشفية في المملكة المتحدة عام 1907 حيث أسسها اللورد بادن باول وهو سير إنجليزي، ويحكي أن أثناء خدمته العسكرية حدث حصار للمعسكر الإنجليزي قامت به عصابات البوير، هم مهاجرون من أصل هولندي، فلم يجد أمامه حل التخلص من هذا الحصار إلا عن طريق الشباب الذين ساعدوه بالفعل على التخلص من هذا الحصار في مدة بلغت حوالي 7 شهور. ومن هنا جاءت فكرة منظمة الكشفية، وتم تشييدها بالفعل في أغسطس عام 1907، وضمت الشباب حتى سن 20 عاما. وبعد مرور وقت قليل توسعت الكشفية لتضم الإناث أيضا، وحدث ذلك على يد الأخت الشقيقة لبادن باول، وكان ذلك في عام 1910. وبحلول عام 2007 قامت منظمة الكشفية بالاحتفال بالذكرى 100 لها، وبلغ أعضاؤها أكثر من 38 مليون عضو في 216 بلد. كما أن الكشافة العربية تأسست في عام 1912، وتم الاحتفال بالمئوية العربية في سنة 2012 في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل والجنس والعقيدة، وذلك وفق المبادئ والطريقة التي وضعها مؤسس الحركة الكشفية. أما المبادئ التي وضعها اللورد بادن باول هي 3 مبادئ: الواجب نحو الله، والواجب نحو الذات، والواجب نحو الآخرين. وبالنظر إلى هذه المبادئ نجد أنها تمثل في ارتباط ذاتي بين الفرد وخالقه، وهو ارتباط روحي ووجداني. واجب الفرد نحو المجتمع الذي يحيا فيه ونحو من يشاركونه هذا المجتمع، كما يرتبط الفرد بواجب نحو ذاته وهو الواجب نحو الله سبحانه وتعالى. وتعتبر الحركة الكشفية القيم الخلقية والروحية التي أتت من المصادر السماوية جزءا من حياة الفرد، كما هي جزءا أساسيا في ثقافته. وبالتأكيد أن الحركة الكشفية تؤكد على الاهتمام والتركيز على التربية الدينية كأساس جوهري في مبادئ الحركة الكشفية، فقد اهتمت بالوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك مثل ممارسة الشعائر الدينية والتمسك بها والقدوة الصالحة من القادة وحياة الخلاء والالتزام بممارسة وتطبيق الوعد الكشفي. لقد شهد عام 1975 الانطلاق الحقيقية للحركة الكشفية والإرشادية على هذه الأرض الطيبة، حيث تفضل وأنعم ابن عمان البار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها بإصدار مرسوم سلطاني خاص ينظم قانون الحركة الكشفية بالسلطنة، وإنشاء الهيئة القومية للكشافة والمرشدات. وذلك من الإيمان العميق وحرص جلالته بأن الحركة الكشفية والإرشادية لها الدور الريادي والإنمائي الفعال في بلورة مفهوم التعاون والتآزر الخدمي في المجتمع، كما أنها تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الولاء والطاعة في نفوس شبابنا الذين هم عماد الوطن وحماته، للدفاع عن حياضه ومقدساته ومبادئه القويمة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وتحقيق التوازن بما أنجز وما سيتم إنجازه وفق السياسة الرشيدة لحكومتنا الرشيدة. كما أنه يدعم ويسعى لإرساء مفاهيم ومبادئ أوجه التعاون المشترك لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في الدول العربية في إطار الحركة الكشفية والإرشادية. وعندما انبلج فجر يوم 20 نوفمبر عام 1983 وعماننا الحبيبة تحتفل بعامها الوطني عام الشبيبة، أطل علينا فجرا جديدا بل قبسا من نور. كنا على موعد مع رجل السلام، الرجل العظيم ذو الفكر المستنير والرأي الثاقب والقيادة الحكيمة، حيث شهد هذا اليوم تنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه كشافا أعظم.
ومن البرامج التي وضعها جلالته طيب الله ثراها مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي، حيث تبث هذه المسابقة روح التنافس الشريفة وتخلق وتعزز وتحفز الإبداع والتفاني، بالتالي تحقق بين أفراد منتسبي الحركة الكشفية الفائدة المرجوة، وهي بلورة الكفاءات الجادة التي سوف ترتكز وتعتمد عليها الحركة لتمثيلها داخليا وخارجيا، بحيث أن العمل الكشفي الإرشادي يرتكز على مقومات العمل التطوعي الذي يسعى لتحقيق الهدف الأسمى الذي يتمثل في تقديم الخدمة العامة للمجتمع.